مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقاء يومي متجدد على شاشة النيل للأخبار وحلقة جديدة وقراءة في مشهد جديد. الساحة العراقية تشهد العديد من المشاهد. المشهد الأول هو انطلاق العمليات العسكرية أبطال العراق، هذه العملية التي بدأت بالأمس لتحرير مدينة أو محافظة الأنبار من فلول تنظيم داعش الإرهابي، سواء في محافظة الأنبار أو المناطق المتاخمة لها والحدود العراقية مع سوريا والأردن. الجدير بالذكر أن هذه العمليات تحمل اسم أبطال العراق، وهي تأتي بعد عمليات سابقة بدأت في 7 يوليو من عام 2019 وتحمل عنوان إرادة النصر. هذه العمليات التي تمت على مدار 8 مراحل وتهدف إلى القضاء على فلول تنظيم داعش وإعادة الاستقرار أيضا لمختلف المناطق العراقية. المشهد الثاني في حلقة اليوم هو مشهد تشكيل الحكومة العراقية، والذي أعلن رئيس كتلة بيارق الخير في البرلمان العراقي عن انتهاء محمد توفيق علاوي من تشكيل حكومته، وهو ما سيتم الإعلان عنه يوم الأحد المقبل. أيضا المشهد الثالث هو مشهد حل القبعات الزرق الذي أعلن عنه مقتضى الصدر يوم الثلاثاء الماضي، وتداعيات هذا الحل أو النتائج المترتبة على هذا الحل لهذه البيارق الزرق، هذا ما سوف نتحدث عنه في مشهد اليوم مع الأستاذ محمد الأنور مدير تحرير جريدة الأهرام. برحب بحضرتك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. مشاهدينا نتابع هذا التقرير به المزيد من التفاصيل عن موضوع حلقة اليوم من المشهد، ثم نبدأ في القراءة في صفحات. جهود متواصلة لمحاربة العناصر الإرهابية في العراق في ظل تردي الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. فقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق انطلاق العمليات العسكرية أبطال العراق لتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية السورية الأردنية من بقايا تنظيم داعش الإرهابي. وأعلن الجيش العراقي أن العملية تأتي بعدما حققت عملية إرادة النصر أهدافها خلال مراحلها الثمانية في عام 2019، لتنطلق المرحلة الأولى من أبطال العراق، وذلك باشتراك قيادة القوات البرية وقيادة عمليات بغداد وقيادة حرس الحدود والقطاعات الملحقة بها. وتهدف العملية لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية السورية الأردنية والحدود الفاصلة للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار. في غضون ذلك، وافق حلف شمال الأطلسي الناتو على توسيع مهامته التدريبية في العراق استجابة لمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بالمزيد من العمل في منطقة الشرق الأوسط. وقال الأمين العام للحلف الأطلسي الناتو أن الناتو سيطلع ببعض أنشطة التدريب التي يتولاها التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما يعني أن القرار لا يتطلب زيادة عدد القوات الغربية بالعراق، لكنه سيكون بموافقة الحكومة العراقية. ميدانيا، أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط 14 شخصا بين قتيل وجريح إثر قيام عناصر إرهابية بهجوم على مواطنين وقوات أمنية في أطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالي. وأوضح المصدر أن قوات الأمن اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ. وكشفت خلية الصقور الاستخباراتية العراقية عن أنها تمكنت من إحباط أخطر مخطط إرهابي لاستهداف التظاهرات والقوات الأمنية في العاصمة بغداد لإثارة الفوضى والفتن والاقتتال الداخلي واستغلالها إرهابيا لحصد المزيد من الأرواح البريئة وتدمير الاقتصاد في البلاد. مشاهدينا الكرام، أجدد لكم التحية وأجدد التحية أيضا بضيفي في هذه الحلقة من المشهد الأستاذ محمد الأنور الكاتب الصحفي بالأهرام. بأجدد التحية بحضرتك. أهلا وسهلا.
أستاذ محمد، بداية أهمية عملية أبطال العراق، خاصة وأنها تأتي بعد 8 مراحل من عملية إرادة النصر التي بدأت في يوليو الماضي والمستهدفة تطهير المناطق العراقية من فلول داعش. هو المتغير الوحيد والأول هو أن هذه العملية هي الأولى بدون مشاركة ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة. هي عملية في اعتقادي أنها جاءت لي بالدرجة الأولى للحفاظ على الحدود العراقية السورية، خاصة وأن هناك عناصر من تنظيم داعش تتنقل. ولكن من المفارقات أن تأتي هذه العملية في ظل ما يحدث وما يشهده العراق على الصعيد الداخلي، وفي ظل التطورات الخارجية والتي كان آخرها وأهمها اغتيال قائد فيلق القدس قاسم السليماني وأبو المهندس القائد الحشد الشعبي العراقي. العملية في اعتقادي أنها تأتي لتأكيد أن الدور الحي أو الحيوي للقوات الأمنية العراقية، وللإشارة والتأكيد على أن هناك تهديد واضح وواحد من وجهة نظر القوات الأمنية هو تنظيم داعش. ولم تعلن إيران عن أنها سحبت أو وقفت عملياتها في هذه العمليات، خاصة وأن إيران هي عضو في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بالعراق، وكانت تشترك بالكثير من العمليات. وفي اعتقادي أن هذه العمليات بعيدا عن المسميات الإعلامية الرسمية العراقية تهدف إلى أهداف أخرى خلافا للمعلن، خاصة وأن مدن المنطقة الغربية الجميع يعرف أنها تعرضت للكثير من الحملات بدءا منذ احتلال العراق ومعارك الفلوجة والأنبار وغيرها. وبجانب ذلك هي تعاني من العديد من المشكلات الإنسانية الصعبة التي لم يتم التعامل معها جيدا أو بصورة واضحة، وهو ما يكسب هذه العمليات نوعا من حالة عدم المصداقية، خاصة وأن إذا كان تنظيم داعش متواجد في المنطقة الغربية فهذه المناطق بحاجة إلى الخدمات وبحاجة إلى انتفاء سياسة التهميش والتمييز المذهبي للقضاء بالدرجة الأولى على حواضر هذا التنظيم الإرهابي، تنظيم داعش سواء في الموصل في محافظة نينوى أو في الأنبار أو في صلاح الدين. من الأولى ومن الأهمية بمكان أن تتجه المنظومة العراقية، ولا نقول الحكومة العراقية لأن العراق بلا حكومة حاليا، إلى إعادة الإعمار ليس في هذه المدن وحدها ولكن في مختلف الأنحاء العراقية، وهي ملفات متشابكة ومعقدة وجميعها تؤدي إلى حالة واحدة وهي أن العراق دولة الآن تحديدا في مرحلة فاصلة وحرجة بين شبه الدولة واللا دولة. انتقلنا إلى من مرحلة الدولة إلى مرحلة شبه الدولة أو لا دولة. طب حضرتك بتقول إن هناك أسباب غير الأسباب المعلنة إعلاميا على الأقل لهذه العمليات، إيه هي الأسباب اللي ربما تكون غير معلنة؟ الأسباب الغير معلنة للأسف بكل أسف إن المنظومة الأمنية والمنظومة السياسية العراقية بنيت على أسس خاطئة، وبنيت على أسس بعيدة عن مقاومات الدولة الوطنية بالمعنى العام. بمعنى أوضح أن هناك العديد من العناصر التي كانت تنضم إلى أدمجت في القوات المسلحة العراقية أو القوى الأمنية العراقية من الميليشيات ومن الحشد وغيرها، هذه العناصر لديها ولاءات ولديها انتماءات ولديها أيضا خلفيات تفكيرية ومنحرفة. إذا كنا نتحدث أن هناك تنظيم منحرف ومتطرف اسمه داعش، أيضا هناك العديد من التنظيمات الشيعية المتطرفة والمنحرفة عقيديا وفكريا والتي تعمل وفق أجندات بعيدة عن الأجندة المذهبية الحقيقية، ولكنها تعمل من منطلق خدمة أجندات أخرى، خاصة الأجندة الإيرانية التي بدت واضحة ومعلنة للجميع في العراق وفي سوريا وغيرها. بمعنى أوضح إيران تعمل بعد قاسم سليماني ما زالت الاستراتيجية واحدة وواضحة، وهي تكريس تواجدها في العراق وسوريا لتحقيق مصالحها، سواء تغلفت باسم المذهب أو بالدين ولكنها في النهاية تصب لخدمة المشروع الإيراني الذي في اعتقادي هو بعيد عن أي مذهب وأي دين، مشروع سياسي سياسي يعني هو تلطيف، ولكنه مشروع للأسف عنصري ودموي، ويتخذ من الكثير من الشعارات لخداع العديد من
المخدوعين في والتطليف في المنطقه وتحديدا المنطقه العربيه. ولذلك هناك نقطه غايه في الاهميه وهي الخطاب الاعلامي للمرشد الاعلى او لما يسمى المرشد الاعلى بالثوره الاسلاميه عندما خطب والقى خطبه الجمعه بمناسبه اغتيال ومقتل قاسم سليماني، لم يتحدث باللغه الفارسيه ولكنه تحدث باللغه العربيه، وهي من الحالات النادره التي حدث فيها. وجميعنا يعرف ان جميع قاده ايران الحاليين وارجيه تتحدث اللغه العربيه بطلاقه، ولكنها لا تتحدث بها اطلاق من منطلقات اخرى بعيدا عن الدين، تحدث باللغه العربيه والايات القرانيه باللغه العربيه، موجها خطابه الى الشعوب العربيه او الدول العربيه او بعض المجموعات العربيه التي هي في الحقيقه ازرع تعمل ضد مصالح الدوله الوطنيه وضد مصالح ابناء وطنها خدمه لاهداف وولاءات ومشروع ايراني بات واضحا ومعلن سواء في سوريا او في العراق او في اليمن او في غيرهم. الاشكاليه الاساسيه ان هذا المشروع بدأ في العراق وحقق نجاحات في العراق وقضى على الدولة الوطنية، بحيث أننا أصبحنا أمام كائن مشوه، مؤسسات مشوهة، كافة المؤسسات مشوهة، لأن عملية بناء الدولة والمؤسسات معروفة أنها تقوم على الكفاءة وعلى الانتماءات الوطنية وعلى عناصر معروفة ومقاييس معروفة في كل دول العالم، ولكن هذه المؤسسات بنيت على عناصر أخرى ومعايير أخرى، في النهاية أدت في النهاية إلى هذا الكائن المشوه والحالة الدموية المستمرة، الدائرة الدموية المستمرة سواء في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في أي مكان آخر وضعت فيه يدها إيران. نعم أستاذ محمد، الحديث عن توقيت هذه العمليات، بدأ هذه العمليات بالأمس في وقت متزامن مع الأحداث الموجودة في سوريا الآن ومحاولة أو عمليات تحرير إدلب، هل ترى هناك أي علاقة بين ما يحدث في العراق الآن وما يحدث في سوريا على أرض الواقع؟ أكيد، لأن هناك ارتباط واضح وواضح، وإيران طرحت قبل أيام أو خلال بالأمس تحديدا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طرح نفسه كوسيط للحوار بين روسيا وبين تركيا، والجميع يعرف الآن أن هناك احتكاكات روسية تركية ويعني على مناطق النفوذ وعلى وغيرها. إذا إيران تلعب على جميع المناطق والأمور بما يحقق مصالحها، وفي اعتقادي أن الصدام الروسي الإيراني قادم لا محالة، لأن هناك دولة روسي إيراني رغم أنها ستلعب دور الوسط الآن وسطها، ولكن في المستقبل إذا 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 حسمت مسألة المنطقة التي والغزو الذي قام به الجيش التركي لشمال سوريا وحدث نوع من الاحتكاك، فإن هذا الاحتكاك أيضا قادم لا محالة، لأن روسيا لا تقبل أن ينازع أحد في سوريا، خصوصا وأن سوريا العلاقات السورية الروسية علاقات تاريخية، والجميع يعرف ويعلم جيدا ما تمثله سوريا والموانئ السورية والأراضي السورية بالنسبة لروسيا والاستراتيجية الروسية في المنطقة تحديدا. فعندما تتعارض المصالح وستتعارض المصالح في المستقبل بعد أن تنتهي أو تحسم بعض الصراعات، لابد أن يكون هناك تعارض روسي إيراني، لأن روسيا لا تقبل في المستقبل القريب أو البعيد أن ينازعها أي طرف آخر على 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 الملف السوري تحديدا، وإيران تعمل من هذا المنطلق، إيران تعمل من منطلق سياسة الترانسفير، سياسة المناطق النقية مذهبيا والنقية ولائيا والترحيل، ولا تتحدث عن الجانب الإنساني، القتلى والجرحى والمشردين ودرجات الحرارة التي الموجة الصقيع التي هي الأولى منذ مئات السنين تحديدا تضرب العراق، وهو ما أسفر عن تساقط السلوك في المدن العراقية. وفي سوريا هناك حالات إنسانية كارثية لا يلتفت إليها مخططو السياسات الإيرانية الذين يدعون أنهم ينصرون الإسلام وينصرون المذهب، وإذا كما سبق وأن ذكرت وإذا حسبنا عدد القتلى وحجم الدمار الذي ألحقه ما يسمى بفيلق القدس الإيراني بالمدن والحواضر العربية وبالعرب سواء كانوا شيعة أو سنة أو أكرادا أو عربا أو تركمان في سوريا أو في العراق أو في اليمن في أي مكان، نجد أنه يفوق عدد سكان فلسطين المحتلة بما فيهم اليهود أنفسهم. نعم، طب اسمح لنا بالحديث عن هذه العمليات العسكرية في مناطق معينة، يأخذنا الحديث عن الصراع الأمريكي الإيراني الموجود على الأرض العراقية. بالفعل شاهدنا صدامات
انتهت باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني. إلى أي مدى بتنظر حضرتك إلى إجراء هذه العمليات في ظل وجود هذا الصدام الإيراني الأمريكي على الأرض العراقية؟ أولا من المفترض ومن الطبيعي أن تكون أي عملية عسكرية وأمنية هي نابعة من التهديدات للأمن القومي للدولة، سواء كان هذا الأمن اجتماعي أو أمن اقتصادي أو أمن على، وأن هذا القرار تأخذه مؤسسات وطنية تتميز بالولاء والانتماء لهذا الوضع. أنا في اعتقادي أن العمليات، أي عمليات عسكرية أخيرة، القرار ليس عراقيا بحتا، ولكن هناك الكثير من الإرادات التي تتدخل والتي تجعل من القرارات في النهاية ليست قرارات عراقية خالصة، رغم العديد من المتحدثين العسكريين الذين يخرجون بهذا التصريح وهذاك التصريح، وإلا إذا يعني التهديد والخطر الذي كان يمثله داعش، هناك عناصر من الخلايا النائمة، ولكن هناك خطر أكثر، وهناك هذه القوات للأسف أي قوات مسلحة تفقد مصداقيتها وتسقط في مستنقع أمام شعبها عندما توجه نيران بنادقها إلى أبناء شعبها. نعم. وهو ما حدث في العراق، سواء في البصرة أو في الناصرية أو في ذي قار أو في الكثير من المدن، بجانب عمليات الاغتيال والقتل التي تتم جهارا نهارا في وجود هذه القوات الأمنية، وهذه القوات الأمنية عاجزة عن حماية مواطنيها الشرعية والمشروعية لأي قوات مسلحة مستمدة من الشعب. وللأسف هناك الكثير من العناصر الذين انسحبوا وتواروا بعيدا عن القوات الأمنية، نتيجة أنه طلب منهم أن يدخلوا في صدام مع متظاهرين سواء في بغداد أو في غيرها من المدن والمحافظات العراقية، وهم حاولوا أو عوضوا هذا الأمر بالعديد من الميليشيات التي قامت بالمهمة وقتلت العديد من المتظاهرين. العملية كما سبق وأن ذكرت مرتبكة، والعراق الآن في مرحلة حرجة وفاصلة على كافة الأصعدة. نحن أمام حكومة تتجاذبها الأهواء السياسية. هنتحدث بشأن الحكومة، ولكن اسمح لي أستاذ محمد، يعني ونحن بنتحدث عن العملية العسكرية تحديدا، مدى قبول الشارع العراقي لإجراء مثل هذه العمليات، وكان هناك مراحل سابقة لعملية إرادة النصر، في ظل وجود هذا الحراك الشعبي كيف ينظر العراقيون الآن إلى تحرك للقضاء على فلول تنظيم داعش في الأنبار وغيرها من المناطق؟ أنا في اعتقادي يعني من خلال متابعتي أن العراقيين تحديدا أدركوا أن اللعبة كلها تدار لصالح أطراف معينة وعلى حساب واقع حاضرهم، وكانت بالأمس على أمسهم وماضيهم، ولكنها تدار على حساب واقعهم ومستقبلهم. والدليل على ذلك أننا نرى أن عمليات التظاهر والانتفاض والاحتكاك وغيرها، وهي محصلة طبيعية ل 17 عاما من الفشل الذي بدأ منذ عام 2003، ومحصلة أيضا طبيعية لتخاذل العديد من الأطراف التي عول عليها الشارع العراقي أن تكون صاحبة موقف، وهي أصبحت مرتهنة لأجندات خارجية وأطراف داخلية تعمل بولاءات أخرى، بحيث أن المحصلة أننا أمام شعب فقد الثقة بكافة المرجعيات، سواء كانت دينية أو كانت مدنية أو كانت أمام ما يحدث. لأن أنت تتحدثي عن حالات قتل، عندما يسمع المتظاهر وهو لا يجد قوت يومه، وهناك قتل، وهناك انقطاع للتيار الكهربائي، وهناك فساد، وهناك، ويسمع عن عملية لمقاومة أو مكافحة تنظيم داعش، يقول أنه أدعى بدلا من مقاومة تنظيم داعش الأساس الأول للمقاومة وللقوة في أي مجتمع أو في أي دولة هو تحصين المجتمع ضد هذه الأمراض والأوبئة. ولكن لا يظل تحدي الإرهاب من أهم التحديات التي تواجه المجتمع العراقي أيضا أستاذ محمد. نعم، نحن نتحدث الآن ليس عن تحدي الإرهاب، نتحدث في مسببات أو موجودات أو حواضن أو الأسباب التي تجعل من التطرف، أي تطرف هناك تطرف وتطرف مقابل. لا تتحدث الآن عن دولة موفرة فيها جميع الإمكانيات والسبل ووسائل الرفاهية والراحة والأمن وتجد متطرفين، لكن أنت تتحدث عن دولة فيها عمليات قتل منظم، فيها انهيار للخدمات، فيها فساد، فيها إهانة للشعور الوطني العراقي. للأسف معظم، لأن هذه النقطة التي تغيب عن البعض، أن الغالبية العظمى من العراقيين لديهم إحساس عالي بالانتماء والهوية الوطنية العراقية، وهم يجدون أنهم أصبحوا مستباحين من قبل
قوى إقليمية ومن قبل أحزاب سياسية خدعتهم باسم الدين والمذهب، وباتوا الآن فقدوا الثقة لأي شيء. وهم ولذلك عندما يعني للأسف هذه القوى المدنية وهي مدنية لا تفعل أي شيء إلا التظاهر، وفي حين أنه يرد عليها بالقتل وبالسجن وبالاختطاف وبالاغتيال وبغيرها تحت مسببات عدة ومباراتها. والدليل على ذلك أننا جميع المحافظات أو ما يسمى مع تحفظي على التقسيمات الطائفية والمذهبية المحافظات السنية لم تظهر، لأن هذه المحافظات لديها حالات إنسانية كارثية، وهناك العديد بل المئات من معسكرات الإيواء واللاجئين ومدن مهدمة وغياب تام. ولكن من انتفض الآن هي المدن الوسط والجنوب، لأن هناك حالة غير مسبوقة تاريخيا وإنسانيا في أي مكان من العالم، خاصة وأننا إذا نظرنا إلى العراق كدولة هي تتمتع بكافة الإمكانيات سواء مصادر الطاقة، ولكنها أيضا هناك تغول وتوحش للفساد وهناك نهب للثروات العراقية. اسمح لي ونحن نتحدث عن النسيج العراقي أود أن أسأل حضرتك عن عناصر تنظيم داعش التي تطاردها العمليات الآن، هل هي من المرتزقة المصدرين إلى داخل العراق أم أنها جزء من النسيج الوطني العراقي؟ هم عراقيون ولكنهم من المتطرفين. العناصر المتطرفة أيا كان هذا التطرف هي عابرة للحدود والقوميات الجغرافية بالمعنى البسيط، والدليل على ذلك أن عناصر تنظيم داعش هناك من الشيشان وهناك من أذربيجان وهناك من تونس وهناك كان هناك من ولكن نصر. من يتم مطاردتهم الآن هم من العراقيين أم من المرتزقة من الخارج؟ أنا في اعتقادي أن العراق يعني الآن بات يعني مسألة تنظيم داعش تعد سنوية وتكاد تكون حسمت لأسباب كثيرة، ثم هناك الكثير من الجبهات التي تفتح يوميا لتنظيم داعش المتطرف سواء في ليبيا أو في سوريا أو في غيرها، وهي عملية مرتبطة بالدرجة الأولى بعناصر استخبارية عالمية. تنظيم داعش هذا التنظيم يعني ليس وليد الصدفة، هو صناعة وفزاعة قوية، وهناك تمويلات ورؤوس أموال واتصالات وتنسيق للتحركات. والدليل على ذلك أننا نجد أن إيران تستضيف عناصر القاعدة، كانت تستضيف قيادات حمزة بن لادن وغيره من القيادات تنظيم القاعدة، بل وتنظيم داعش أيضا هو كل يوظف هذه العناصر بما يصب ويخدم مصالحه. ننتقل إلى الجانب الآخر من التطرف الأسود وهو أيضا عناصر الميليشيات. نجد عناصر الميليشيات هذه موجودة في لبنان العراقية تحديدا، وموجودة في سوريا، وموجودة في اليمن، وحركة النجباء وحزب الله، وهي جميعها إذا نتحدث عن ظاهرة تستخدم من الدين ومن المذهب الدين كإطار عام، ثم هم لتفتيت المنظومة الدينية أو القيمية الإسلامية بدأوا يقسمونها إلى مذاهب سواء مذهب شافعي أو حنبلي أو إثنا عشري أو جعفري، لتكون المحصلة هي محرقة للمنطقة العربية وللشعوب العربية تحت مسميات الدين، ترعاها للأسف ترعاها الدولة الإيرانية وتركيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية. نأتي على جزئية مهمة وهي مسألة الصراع الأمريكي الإيراني. الصراع الأمريكي الإيراني لا يقوم الولايات المتحدة الأمريكية، ولأول مرة في تاريخها تعلن أهدافها الواضحة المحددة في المنطقة من الناحية الاقتصادية، عندما تقول أننا نقدم لكم الحماية مقابل كذا، الدفع مقابل الحماية. إذن عندما تدخل في صراع مع إيران هي تدخل في صراع لتعارض المصالح، وهذه المصالح أين هي المصالح؟ هي متواجدة في المنطقة العربية، فهي لا تخوض صراعا من أجل اليوتوبيا في المنطقة ولا المبادئ ولا القيم، ولكنها تخوض صراع من أجل المصالح، وهي ترى أن إيران أصبحت مهددا لمصالحها ومهددا لإسرائيل. هي الآن إيران ليست مهددا للمصالح الاستراتيجية. دعنا نتحدث في الشأن العراقي بشكل أكثر تفصيلا بالحديث عن أن في ديسمبر من عام 2017 تم الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش في العراق. هذا ما أعلنته القوات العراقية آنذاك يوم النصر. اليوم نحن نتحدث عن عمليات تبدأ لمطاردة فلول تنظيم داعش، وفي يوليو 2019 كان هناك عمليات أخرى مرت على 8 مراحل. كيف تنظر إلى هذا التنظيم الذي لا ينضب، يعني متواجد حتى بعد الإعلان عن القضاء عنه في عام 2017، نحن الآن في 2020
وما زلنا نتحدث عن فلول تنظيم داعش في العراق. نعم، نحن نتحدث الآن في غرفة مكيفة على الهواء، ولكن أي إنسان متطرف أو أي إنسان عرض لظلم وما يدريك، هل كل من تعرض لظلم وقاوم أو تحدث أو جاهر بعدائه وبمعاداته للعملية السياسية في العراق التهمة جاهزة داعش؟ هل كل من يعتقل أو يلقى القبض عليهم أو يقتلوا هم أعضاء في تنظيم داعش؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن الشواهد كثيرة والأمور كثيرة. خاصة عفوا حضرتك بتتهم أن من يتم الإلقاء القبض عليهم هم يتم توجيه لهم تهمة أنهم أعضاء في داعش، ولكنهم ليسوا كذلك؟ نسبة كبيرة وليست قليلة، والدليل على ذلك أن عناصرها هم يدخلون على بعض المناطق وهو معلن، وللأسف الإعلام الغربي والعربي الآن لا يستطيع الدخول إلى هذه المناطق لسبب أن هذه المناطق ليست مناطق صراع طبيعي، يعني صراع يعني معهود من الحروب، ولكنها عمليات للقتل والتصفية. ولكن المعروف أن منطقة الحدود بين العراق وسوريا هي منطقة كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الذي كان يسيطر على ثلث مساحة العراق. كانت وقف تنظيم داعش هو يعني ليس بالقوة ولا بالعظمة ولا بالعلم الاستخباري الدقيق الذي يصوره البعض، هو فزاعة وغطاء لأشياء أخرى. يعني إذا كان هو فزاعة نحن نقاف على الإرهاب ونقاوم، ولكنه فزاعة خاصة وأنك إذا نظرت إلى المنطقة الغربية تحديدا هي منطقة مدمرة مهدمة. هناك بعض التنظيمات المتطرفة داعش وغيرها، ولكن نحن نتحدث عن المحددات والأسباب والمحفزات لخلق بيئة حاضنة لهذه التنظيمات الإرهابية. ولذلك المتظاهرين العراقيين سواء في الجنوب أو الوسط عندما يعني يسخرون يقولون نحن داعش لم يبقى شيء، وهم شيعة ويسخرون ويقولون لم يبقى شيء إلا أن تتهمنا القوات الأمنية وإيران بأننا أعضاء في تنظيم داعش. إذن المسألة نحن عندما سبق وأن ذكرت أن العراق أعلن الانتصار على تنظيم داعش في 17 ديسمبر 2017 وما يسمى بيوم النصر، هو قضى على هياكل تنظيمية وحرر الأراضي، وكانت هناك أيضا العديد من المؤاخذات والعديد من الممارسات السيئة والعديد من الانتهاكات التي تعرض لها المدنيين. هل كل المدن العراقية المتواجدة سواء في صلاح الدين أو في نينوى أو في الأنبار كلهم داعش؟ لا، بالعكس، عناصر تنظيم داعش، وهو تصريح لأحد رؤساء الوزراء العراقيين قال أن تنظيم داعش قتل من السنة العرب أكثر مما قتل من الشيعة العرب. إذن تتحدثي عن تنظيم متطرف يمارس القتل على الجميع، وللأسف العرب السنة في العراق مع تحفظنا على المسميات الطائفية هم أول ضحايا تنظيم داعش، بجانب هم ضحايا أيضا للميليشيات المتطرفة التي تدخل وتقتل لا لشيء إلا أنها موجهة توجيهات معينة بعقيدة معينة، والمحصلة كانت هي ما يحدث لها. يوم النصر يتحقق في العراق تحديدا عندما يتم تكسير الفجوة بين الحكومة العراقية الجديدة حكومة الدكتور محمد توفيق علاوي إذا نجح في تشكيل الحكومة، لأن هناك العديد من الخطوط الحمر وهناك العديد من الصفقات، تكسير الفجوة بين الشارع العراقي. وعندما أتحدث عن الشارع العراقي أتحدث عن جيل من الشباب ليس متأثرا بسياسات النظام السابق نظام صدام حسين، ولكنه خرج على تجربة جديدة منذ 17 عاما وجد أنه يعاني الكثير، وفي حين أن العالم يتقدم وتطور. عندما يتم تكسير هذه الفجوة بين الحكومة وبين المتظاهرين العراقيين في كافة المدن العراقية، وعندما يتم تكسير حواجز الطائفية والمذهبية من خلال الاستجابة لمطالب طبيعية، هم الآن يطالبون بتجميد الدستور وإلغاء الهياكل الطائفية واعتماد بمعنى أوضح اعتماد دولة المواطنة والدولة المدنية والدولة الوطنية التي تعلي المواطنة فوق أي اعتبار آخر، وهو مطلب يعني يرجع إلى القرن 18 وليس إلى القرن، وإحنا في مشارف قرن
الآن عندما يتم ذلك وعندما يتحقق ذلك لجميع العراقيين، في اعتقاد أن هذا سيكون يوم النصر، وهو الحصانة الأولى للمجتمع والدولة العراقية، ليس الدولة العراقية والمجتمع العراقي فقط بل جميع المجتمعات. وأعود إلى نقطة بشهادة الولايات المتحدة الأمريكية. اسمح لي أن نذهب لهذه المداخلة مع الدكتور طارق حرب، المحلل السياسي معنا عبر الهاتف من بغداد. برحب بحضرتك دكتور طارق. مساء الخير عليك وعلى ضيفك وعلى مشاهديك الكرام. مساء النور دكتور طارق. كيف تنظر إلى عملية أبطال العراق، وإلى أي مدى يعول على هذه العملية للقضاء على فلول تنظيم داعش في الأنبار وفي المناطق المتاخمة لسوريا والأردن؟ شكرا لك يا سيدتي الكريمة. هناك بعض الفلول، بعض المناطق المتحركة، كما يقال هناك صحراء كبيرة أكبر من صحراء سيناء. لذلك تجدين أن هناك أولا بعض المضافات، سواء كانت مضافات بالنال أو الخوف منهم، ومناطق منتشرة بها البعض منهم. لذا تجدين أن القطاعات العراقية تحركت بتمشيط كل هذه المنطقة، وإلى الآن يعني لم يحصل أن هنالك كما يقال معركة فعلية أو قتال فعلي حصل، وإنما هنالك حروب. وزور السلطات العراقية، جيش عراقي على طوافات أسلحة من أدوية من ذخائر ذات تركها وهرب من المنطقة الصحراوية. دكتور طارق، الحديث عن تشكيل الحكومة العراقية وهو ما سيتم الإعلان عنه يوم الأحد المقبل بإذن الله، إلى أي مدى تتوقع حدوث قبول من الشارع العراقي ومن المتظاهرين والحراك الشعبي لهذه التشكيلة الجديدة؟ إذا كانت مسألة تشكيل الحكومة العراقية كطيبة، يعني الرأي الذي يقول وهو الأسلم والأكثر قبولا أن تنفيذ الشيعة لن يكون من خلال الكتل السياسية مثل الشيعة، وإنما يفقر للشجراء. والأمر الذي يقال أن تنفيذ السنة لا يكون من خلال الكتل السياسية السنية وتنفيذ الكرد كذلك. هذا هو رأي رئيس الوزراء الجديد اللي يعني أكثر من مرة يلمح به. لكن يا سيدي يا سيدتي الكريمة، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، يعني الكتل السياسية خاصة مع حكومة ضعيفة، وخاصة بعد انتهاء فترة حكم العبادي، هناك ميليشيات قوية، هناك أحزاب مسلحة، هناك سطوات. لا أعتقد أن رئيس الوزراء الجديد سيلجأ إلى هذا الأمر أو يحقق هذا الأمر. طبيعي أن للشارع الدور الرئيسي في هذا الأمر، لأن استقالة الحكومة السابقة وتشكيل حكومة جديدة لن يأتي إلا من خلال دعوات الشارع من محتجين متظاهرين ثوار في ذلك. تبقى المسألة المهمة، كيف يمكن أن يوازن ما بين متطلبات الكتل السياسية ومتطلبات الشارع العراقي؟ يبدو لي أن هنالك اتجاه يقول استحداث وزارات للمحتجين وإنشاء هيئة بدرجة أعلى من وزارة وأقل من رئاسة الوزراء ترعى هذه الأمور، والسير بالبلاد في خطوات إصلاحية، لا أقول سوية إصلاحية، للتحقيق شيء الكثير مما ينادي به المحتج. نعم، أنا بشكرك دكتور طارق حرب المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد، هل لك أي تعقيب على كلام دكتور طارق؟ هو يؤكد الدكتور طارق أن هذه العملية عملية للتمشيط وليست معارك، ولكنها للتمشيط، وهو ذكر أن تم العثور على بعض الأسلحة والمعدات الخاصة بتنظيم داعش، لأننا الآن في المنطقة الغربية أمام منطقة مدمرة تماما بالمعنى الكامل، يعني ليس هناك خدمات، وليس هناك مئات الآلاف المقيمين في مخيمات. العملية تأتي تحصيل حاصل كما سبق وأن ذكرت، ليعني للإظهار الاستغناء عن القوات الأمريكية في مكافحة تنظيم داعش، وهو أضعف من الضعف في العراق، وهي رسالة بأننا نستطيع أن نتحرك، وضمن السياقات الأخرى التي ترسل رسائل ليس على أساس مصلحة الشعب العراقي ولكن على أساس مصالح وأجندات أخرى، بأننا نستطيع أن نستغني عن الولايات المتحدة الأمريكية ونحن قادرون على ذلك،
ولدينا القدرة والإمكانية وها نكون نحن نقوم بعمليات، وهي عملية في اعتقادي يعني ليست جيدة، لأن العراق لأن العملية السياسية للأسف الحالية المتواجدة حاليا هي إفراز طبيعي ونتاق طبيعي للولايات المتحدة الأمريكية، ولولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ما وجد هؤلاء على الساحة العراقية ولا ما حكم العراق. ولكن ما حدث بعد عملية اغتيال قاسمي سليماني هو فرز حقيقي وكاشف للولاءات، هل الولاء لهذه الدولة أو لتلك، ولكن حسمت هذه المسألة وحسم الأمر بأن الولاء مربوط لهذه الدولة أو تلك الدولة. النقطة الأخرى يتكلم عنها الدكتور طارق وهو أستاذ وخبير قانوني معروف في العراق، مسألة تشكيل الحكومة، وهو أشار إلى الإشكالية وفي اعتقادي أنها هي ستكون المضلة، أن هناك الكثير من الكتل والأحزاب السياسية التي تطالب بمحاصصة سياسية وطائفية في الحكومة الجديدة، وهو عكس وخلاف مطالب الشارع العراقي. ولذلك أنا أؤكد وأكرر أن العراق أننا في مرحلة حرجة وحاسمة للعراق إذا فشلت حكومة محمد علاوي محمد توفيق علاوي أو فشلت في تشكيل الحكومة، التظاهرات ستستمر، وأنا ولا أتمنى ذلك، ونشاهد حدوث انهيار وانفلات وعمليات تصفيات وقتل للمتظاهرين في وهو مستمر ومتواصل، ولكن ليس بالكثافة والحدة التي لا نتمنى أن تحدث. للأسف القادة السياسيين العراقيين والكتلة السياسية العراقية ليست مرتهنة بما يسمى بالإرادة الوطنية العراقية، ولكنها مرتهنة بقرارات وأجندات أخرى، وإلا كان 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 قد ترك الأمر للدكتور محمد توفيق علاوي بأن شكل حكومة تكنوقراط وبأن تواصل مع المحتجين أو المتظاهرين، بل العكس تم التحذير له، توجيه تحذير له من قبل السيد مقتدى الصدر الذي تحول إلى الرجل اللغز من خلال المتناقضات والتناقضات السياسية وفي المواقف، التحذير لأنه بأن الصدر سيشعل العراق إذا أخذ أو عين وزراء من كتل شيعية أخرى واستجاب لمطالب المتظاهرين. في اعتقادي أننا أمام حك ومختبر جديد للعراق، ويضع الدولة والمجتمع العراقي على مفترق طرق صعب للأسف هذه المرة، يعني لأننا ليس لدينا سلطة مركزية متواجدة، هناك حالة انفلات وهناك أجهزة أمنية عليها ضغط نفسي وضغط بدني وضغط وضغوط من كافة النواحي للمواجهة، وأمام حالة من المؤسسات مهترئة، المتظاهرون مستمرون في الشوارع منذ أكتوبر الماضي، الدولة والحكومة والميليشيات تقتل، الميليشيات تقتل تحديدا، ولا نقول الدولة الدولة تحديدا تحاول أن تقف على الحياد، ولكنها هناك من يحاول الدفع بالمؤسسات الأمنية التي أصبحت مؤسسات مخترقة من الميليشيات ومن اسمح لي أستاذ محمد، يعني إذا ما حاول محمد توفيق علاوي إرضاء الشارع بعدم الالتزام بنظام المحاصصة أو الكتل السياسية في المجتمع العراقي، مهدد هو برفض قبول هذه الحكومة التي سيتم الإعلان عنها يوم الأحد المقبل من الكتل السياسية في البرلمان العراقي؟ أنا في اعتقادي أن المسألة لا تتعلق بدكتور محمد توفيق علاوي أو بإرضاء الشارع، المسألة تتعلق بمستقبل دولة، بمستقبل مجتمع. الآن نقول أنه لا توجد دولة بالمفهوم الطبيعي في العراق، ولكن المجتمع إلى حد ما هناك مجتمع، الأمر يتعلق بمستقبل مجتمع ودولة. مطالب، ما هي المطالب؟ أن هذه العملية السياسية منذ 2003 حتى الآن أثبتت فشلها ولم تفرز نجاحا وأفرزت فسادا ودستور مشوه وأحزاب ولا أتى خارجية ولا توجد أي معالم واضحة. المطلب الأول من ضمن المطالب أنه إذا كان إذا أي دولة أو أي مجتمع وصل في مرحلة من المرحلة من مراحل من الاستقرار ووجد أن الدستور لا يلبي متطلبات العصر والحياة، فإنه هذا دستور عقد اجتماعي بين المجتمع والسلطة، نعم، قابل للتغيير، نعم. فالشارع يطالب بتجميد العمل بالدستور وإقرار نظام انتخابي جديد وإجراء انتخابات على أسس جديدة
وهي مطالب طبيعية. نعم. أما أن يستجيب هؤلاء السياسيين أو لا يستجيبوا فهي مسألة محسومة بالنسبة لهم، لأن المسألة في اعتقادي أن المسألة تجاوزت مطالب الشراء العراقي، لأن هذه الكتل السياسية لديها حسابات وولاءات وانتماءات بعيدة تماما عن تطلعات الوطن والشارع. وإلا ما المانع، ما المانع أن يتم تجميد العمل بالدستور؟ ما المانع أن تجرى انتخابات؟ طب اسمح لي أستاذ محمد، يعني قبل أن ينتهي وقت هذه الحلقة أود أن أسأل حضرتك عن زعيم التيار الصدري الذي أعلن عن حل القبعات الزرق، كيف تنظر إلى هذه الخطوة من قبل زعيم التيار؟ للأسف هي يعني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يبدو أنه دخل في مرحلة عفوا أعتذر لك أستاذ محمد. نذهب الآن إلى مدينة جنيف السويسرية لنقل وقائع المؤتمر الصحفي بشأن فيروس كورونا لمنظمة الصحة العالمية. في المجتمعات شاهدنا تلك التكتلات، والسؤال هو كم يحصل خارج ما نرى، والقدرة على إجراء الدراسات المنزلية والمجتمعية وإجراء الاختبارات تسمح لنا باختبار السكان لتحديد عدد الأشخاص في هذه الفئة السكانية من المصابين، وسيعطينا مفهوما أكبر حول حجم هذا الوباء، ويجب أن نجري هذا الاختبار العام أيضا اختبارات قائمة على المجتمعات وتشخيص أفضل لسماح الأطباء باتخاذ قرارات أفضل وبيانات أفضل، وبعد ذلك العمل للتعرف على المصدر أي حيوان، بينما التعرف على المصدر لن يحسن أسلوب تعاملنا مع هذا الحدث بحد ذاته، ولكن إذا ما كان هنالك مصدر في مملكة الحيوانات فيجب أن نتعرف عليه، لأن إذا انهينا هذا الوباء بكل هذا العمل الجاد لا نريد أن نتعرض إلى وباء آخر بنفس الفيروس، فيجب أن نعرف ما هو المصدر، فهو مهم جدا لهذه العملية وحتى للمستقبل. وهنالك أسئلة أكبر وأشمل يجب أن تجاب، اللقاحات والعقارات الجديدة وستستغرق وقتا أطول لنشرها، ولكن هذا لا يعني بأننا بإمكاننا الانتظار، يجب أن نتخذ قرارات كبيرة الآن حول أفضل اللقاحات المرشحة، استنفارات كبيرة جدا اتخاذ القرار للقاح مرحلة الأولى والثانية والثالثة من الاختبارات ستطلب مئات الملايين من الدولارات التي يجب استثمارها، وربما يجب أن نستثمر في أكثر من لقاح من دون معرفة أي واحد منها قد ينجح، وهي قرارات كبيرة جدا اتخذها القطاع الخاص لوحده بالقطاع الحكومي، يجب أن يشترك لتحفيز وأخذ بعض المخاطر مع القطاع الخاص لتحقيق التقدم في اللقاحات، قرارات كبيرة جدا ويجب أن تتخذ في وقت مبكر من أجل الوصول هذا الإبداع. فهناك مسألة ملحة عديدة والقائمة تطول، وكذلك نحن بحاجة إلى أبحاث من الناحية العلمية، فيجب أن لدينا فهم أفضل حول استجابة المجتمعات لهذا الفيروس، إضافة إلى العمل في التواصل حول المخاطر، ما هي المعلومات المغلوطة التي تخيف الأشخاص، نحن بحاجة إلى لقاح ضد المعلومات المغلوطة، وبذلك نحن بحاجة إلى لقاح اتصالات، ويجب أن نتواصل بشكل أكثر وفعالية. هناك أفكار عديدة في الخطة لتطوير العلوم المجتمعية في البحث، وهذا مهم جدا. والأطباء والصيادلة بالتنسيق مع الحكومة الصينية ووزارة الصحة وكذلك الباحثين هناك، ونعرف ماذا سنفعله. دعونا نأخذ سؤالا آخر. قدم نفسك رجاء قبل أن تطرح السؤال واضغط على الميكروفون. ذكرتم تلك المقارنة القائمة على سفح سطح جبل الجليد، إذن علينا أن ننظر إلى ما هو تحت سطح جبل الجليد. الآن الصين
قد وضعت نظاما لتصنيفات وذلك من أجل تشخيص الأشخاص الذين هم مصابون بهذا الفيروس. كيف ستتمكنون من معرفة ما هو مخفي وغير ظاهر؟ في تلك الاختبارات والتشخيصات هناك عمل داخل الصين وكذلك مع الدول الجارة وخصوصا هونغ كونغ، وتم اختبار الآلاف من الأشخاص الذين لم يكن مشتبه فيهم لكنهم أخضعوهم للاختبارات. في الوقت الحالي لا نجد أن هناك انتشارا لكوفيد هكذا في الجموع العشوائية من الناس، لكن إذا تم رصد 5% أو ما إلى ذلك فهذا يعني أن الفيروس منتشر، ولذلك لا يجب أن نعتمد على التخمينات والافتراضات. نحن يصعب علينا أن نفهم بعض المرات ما الذي سينجح والذي سيخفق، لكن أن نفترض أن هناك نسبة كبيرة من الإصابات المرصودة، هذه افتراضات غير دقيقة. نحن إذا أردنا أن ننظر إلى الحالات خارج الصين نأخذ هذا الموضوع. سمعنا أن هناك عدد من الحالات محصور من الحالات خارج الصين، وفقط 22% من الحالات الإصابة خارج الصين كانت بسبب انتقال الفيروس محليا في ذلك البلد، ولذلك يمكن أن نجد بعض الحالات التي ليست مرتبطة بالتفشي المحلي مثلا في مدينة أو بلد. كل البيانات الأخرى التي جمعت من مجموعة من الأنظمة تفيد بأن هناك خارج ووهان وخارج الصين هناك بعض حالات التفشي ونقل للفيروس، ولكن ليس بشكل يقيني من حيث مدى الانتشار. هناك بعض الحالات الحرجة في الصين وهي مختلفة عن الحالات الموجودة خارج الصين، وفي خارج الصين معظم الحالات هي خفيفة. تابعنا إذن هذا المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة. مشاهدينا، نقلنا لحضراتكم جانبا من وقائع المؤتمر الصحفي من مدينة جنيف السويسرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا. تطرق المؤتمر الصحفي إلى البحث عن لقاحات، وهو ما تم الإجابة عنه بأنه أمر يحتاج إلى المزيد من الأبحاث في هذا المجال، ويحتاج أيضا إلى الكثير من الاستثمارات الحكومية ومن قبل القطاع الخاص. أيضا من بين ما تطرق إليه المؤتمر الصحفي هو نظام تصنيفات الصين لتشخيص حالات الإصابة بهذا الفيروس، وإمكانية إخفاء جزء من الحقائق المتعلقة بنسبة الإصابة. وتم الإجابة عن هذا الأمر بأن النسبة التي يتم الإعلان عنها بيتم بناء على عينات عشوائية، يتم إجراء الفحص على عينات عشوائية من المواطنين في مناطق مختلفة لتحديد نسبة الإصابة، وأن 22% من الحالات خارج الصين بيتم انتقال العدوى فيها من داخل حدود هذه البلدان وليس من الخارج. مشاهدينا، خدماتنا الإخبارية متواصلة على شاشة النيل للأخبار، ابقوا معنا دائماً.